أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ذا جلوبال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في قناة ذا جلوبال. أنا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمت عن السفر، اتكلمت عن إزاي تقدر تيجي تسافر لدول أوروبا، اتكلمت عن الأوراق اللي محتاجة عشان خاطر تقدر تيجي تسافر، اتكلمت كمان عن إيه اللي تقدر تيجي تعمله لو أنت معكش فلوس كتير. إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هتكلم عن إيه اللي تقدر تيجي تعمله لو انت معاك فلوس كتير ان شاء الله. طبعا لما ربنا يكرمني هتكلم ان شاء الله في الفيديو النهاردة عن الحياة في الغربة. هتكلم معاك عن لو انت مسافر لوحدك الحياة بتكون عاملة ازاي. طبعا اول حاجة هتكلم عنها هي الاكل. طبعا موضوع الاكل موضوع صعب جدا، خاصة لو انت ولد ومسافر لوحده بره، الموضوع بيكون صعب جدا لان احنا اصلا ما عندناش اي خبرة ازاي الاكل ده بيتعمل. فلما بتسافر بره بتلاقي فيه الموضوع صعب شوية. خليني اقول لك مثلا ان المكرونة لو انت بتعرف تعمل مكرونة اللي هي يدوب بتسلقها في مية وبعد كده بتحط عليها الصلصة اللي هي جاهزة اصلا، لو انت بتعرف تعمل كده فهتلاقي اصحابك بيندهولك بالشيف. لو انت مثلا بتعرف تعمل رز، الرز المصري بتاعنا لو بتعرف تعمله وانت مسافر موجود مثلا في اوروبا، هما اصلا هنا الرز اللي هما بيعملوه هو الستاندرد بتاعه ان هو رز معجن. فلو انت عملت رز معجن انت بالنسبة لهم كده حلو، لو انت بقى عملت الرز بتاعنا زي ما احنا بنعمله هتبقى انت بالنسبة لهم العالمي، وهتكتشف ان اصحابك بيكلموا بعض عشان خاطر يجوا يتقابلوا عندك عشان خاطر يعملوا اكل لو انت بتعرف تعمل الرز. اما بقى لو ربنا كرمك وكنت بتعرف مثلا تعمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن او حاجة، انت حرفيا اي حد هتطلب منه اي حاجة من السوبر ماركت ان هو يروح يجيبها تلاقيه بيقولك حاضر وبيروح فعلا يجيبها، ودي حاجة غريبة. تاني حاجة هتكلم عنها هي الغسيل. طبعا الموضوع ده لما انا كنت موجود في مصر ما كانش ليا اي علاقة خالص بيه، بعد ما سافرت وبعد فترة كده اكتشفت ان انا لازم اعمل الموضوع ده ولازم اعمله بنفسي. طبعا كان في هدوم كتير انا ما كنتش اعرف اصلا انها المفروض تتغسل، انا لسه مكتشف وده كان اكتشاف بالنسبة لي ان البنطلون الجينز كمان بيتغسل. طبعا هو ده كان اكتشاف مهم بالنسبة لي، انا دلوقتي برضو مش بغسله بس على الاقل انا عارف ان هو المفروض ان هو يتغسل. يعني تالت حاجة هتكلم عنها هي اختيار الهدوم. لما كنت موجود في مصر كان عندي مشكلة كبيرة قوي في اختيار الهدوم او ايه اللي ينفع مع ايه او لون ايه يليق مع لون ايه. فكنت في العادة بخش الأوضة عندي جوه ألبس أي حاجة، أطلع برا وأسأل أي حد من عيلتي ينفع ألبس ده مع ده، كان في الغالب الإجابة بتكون أيوة ينفع. وطبعا لما كنت بخرج بره بعد كده كنت بكتشف انه ما ينفعش، ولكن الثقة في النفس والتشجيع كان ليهم عامل كبير جدا. طبعا الموضوع في الغربة مختلف تماما، انت بتعرف ايه اللي هتلبسه عن طريق الريحة. لو لقيت ان الحاجة او الهدوم ريحتها كويسة هي دي اللي هتخرج بيها النهاردة اليوم كله. طبعا بتفتكر الحاجات اللي ممكن تيجي تلبسها مع بعض عن طريق الريحة، برضو بتشم مثلا التيشيرت مع السويت شيرت لو لقيت ريحتهم قريبة من بعض يبقى انت لبست الاتنين دول قبل كده مع بعض وتقدر انك تخرج بيهم عادي جدا. اخر حاجة هتكلم عنها هي الحاجات البسيطة زي مثلا كوباية الشاي وسط العيلة، او مثلا الفطار الصبح من على عربية الفول او الكشري. الحاجات البسيطة دي هي مش موجودة هنا خالص الحقيقة، والحاجات دي احنا بنكون مفتقدينها جدا في الغربة، خاصة لمة العيلة والأصحاب. يعني طبعا دي مش موجودة هنا في الغربة للأسف، مش مع كل الناس بتكون متوفرة. لكن كمان لو انت في الغربة لو انت مسافر لوحدك الموضوع هتقدر كمان انك تيجي تتعلم منه ازاي انك تقدر تيجي تعتمد على نفسك. بشكركم جدا انكم شفتوا الفيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات اللي جاية، واتمنى لكم يوم سعيد.